لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا السلام عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله وعلى آلك الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حسينك كم أحن إليك. إني حسينك كم أحن إليك. عندي سؤال والجواب لديك. شو السؤال؟ هل كنت يا أم الندى عطشانة والباب تدفعه الطغاة عليك؟ يا مولاتي يا زهراء، مسمار باب الدار صار مثلثا في لب قلبي، مر من ضلعيك وتحولت تلك الجذوع حوافرا داست على جنبي جنبيك بعد
واستوقدوا من ناره قصبا رمى جسدي فكان الماء من عينيك. اسمح لي ها ويلي وكما رفست رفست من قبل الخنا وبطحن صدري استبدلوا كسريك. ويلي ما هو وارثة الرزايا زينب بأبي أنت وأمي يا زينب. أما هو وارثة الرزايا زينب نادتك في حسراتها لبيك. بعد صف لها صفها لنا يا أبا عبد الله. قال وبخدها طبعت أصابع أسود كأصابع سوداء في خديك. الله أكبر. بعد وبمتنها يا حفرت سياط جحودهم نفس الذي حفرته في متنيك. وبزندها للضرب آثار بدأ وين السادة كالدملج المحروق في زنديك. أماه قولي للجنين إذا رأى أي طفلي قطيع النحر بين يديك من قتله ذبح الرضيع على ضمن فالأصل منك كذا الفروع إليك. لولا الأول ما دخل في بيت حيدر محايد على زينب يطب الخدور يقدر شف اللطم هذي بصوت كسر نار ورت بالباب وصلت للصياو وانشان فاطم يا خلق كسرى ضلعها زينب مشت للشام والأيتام
معها تقدر. هذيك الأول عن إرث بوها منعها، وهذي منعوها لا تصل يم جثة ويلي ويلي كأني بها على ظهر ناقة عجفاء تقل بلادين بلادين قلب مرد من شفتك بلادين بلايدين قلب مرد من شفتك بلايدين بلادين الحدى بختك يا بعد امك بلادين بلادين الدهر فراني بخلافك بلادين بلد سبني وبلد موت رقي اي بلد سبني وبلد موت موت رقي ولي ترك عين ترك عين وحق الليل اجل خدري ترك عين قمت وعظام كل جسمي ترك عين اشاور ناقت بهدا ترك عين على جسم حسين لو تمشين بي على جسم حسين لو تمشي تمشي يا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من الزوايا المهمة في حياة المؤمن الموالي
الزوايا التي تهتم ببيان مقامات أهل البيت عليهم السلام المستلة والمأخوذة من النصوص، خصوصا النصوص المعتبرة والتي أشار إليها العلماء كابرا عن كابر، مثلا كهذا الحديث الذي قرأناه: فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. كثيرا نسمع هذا الحديث ونتناقله حينما نتحدث عن الزهراء عليها السلام، لكن ما فلسفته؟ ما هو معناه؟ ما هو مضمونه؟ هنا حتى نستطيع أن نتعرف على فلسفة الرضا والغضب لابد أن نتعرف أولاً على نقطة محورية هامة في تعاطينا مع المعصوم سواء في هذا المطلب أو في غيره، وهو طبيعة الذات النورية للمعصوم عليه السلام. شنو طبيعتها؟ وهذا يلعب دور في فهم المواقف وفهم النصوص. أبين لك مثلا حينما نتعرف من خلال الروايات على نور فاطمة عليها السلام، أو خليني أقدم لك مقدمة حتى لا تختلف عليك الأمور. حينما نتكلم نقول نور فاطمة ونور مثلا النبي ونور أمير المؤمنين، أساسا هناك عالم قبل هذا العالم، عالم الخلق، عالم المادة، يسمى بعالم النور اللي ما كانت هناك فيه أجساد، عالم مادة ما فيه، إنما هو عالم خلقه الله تبارك وتعالى لهؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا العالم عالم في طهارته، في عظمته، في قدسيته، لا يمكن أن نتصور عالما من العوالم يساويه في القداسة أو العظمة أو الطهارة على الإطلاق، لأن هذا العالم خلقه الله من نوره جل وعلا، وخلق هذا النور اللي هو نور النبي صلى الله عليه وآله من نور عظمته، وخلق فاطمة من نور عظمته. فأساس النور اللي احنا نتحدث عنه، نور الزهراء عليها السلام، هو أساسا من نور الله العظيم، يعني ذاتها نورية، حتى جسدها كما سوف نتحدث في الأمر الثاني أن جسدها أيضا نوري، وهذا من النوادر على مستوى الخلق أن يكون الإنسان بدنه وروحه نوريين. فذات النور الذي تحمله الزهراء عليها السلام هو من نور الله العظيم أو من نور عظمته جل وعلا. فكل ما تحمله الزهراء عليها السلام هو من أساس ذاك النور. فحينما نتصور علما أو حلما أو عبادة أو معرفة أو ما شابه ذلك، كل هذا ينسب إلى نور عظمة الله تبارك وتعالى. يعني لا يحق لأي كائن من كان يقول والله علمه أفضل من علمها أو مقامه أفضل من مقامها، لأن ذاتها وذات أبيها وذات بعلها وأولادها
هي أساساً ذات واحدة، الله كونها وخلقها من نور عظمته. زين، إذن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في ذاك العالم اللي هو عالم النور، العالم العظيم بما في الكلمة من معنى، هناك يكون المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مظهراً لتجلي الصفات الإلهية من خلاله. شلون يعني؟ الناس تتصور وتدرك معنى رحمة الله من خلال الرحمة في أوليائه، تتصور علم الله من خلال علم أوليائه، وهكذا بقية الصفات اللي تنعكس على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ففاطمة واحدة من نوادر الخلق التي تجلى فيها مقام الرضا، يعني رضا الله التام متجل في فاطمة، وغضبها التام، غضب الله التام متجل في غضب فاطمة. لذلك إذا غضبت فاطمة من مستلزمات غضبها أن الله يغضب، من مستلزمات رضاها أن الله يرضى. أكون عكاس في تمام المقام عند الزهراء عليها السلام. ابحث لي واسأل ما شئت، هل هناك أحد من الخلق غير النبي وأمير المؤمنين وصل إلى هذا المقام من قبلها، سواء كان من أنبياء، من أوصياء، من ملائكة، من أي طبقة من طبقات الخلق؟ هذا مخصوص لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هاي جهة. إذن تعرفنا على فلسفة مقام الرضا ومقام الغضب. تعال إلى الأمر الثاني، وهو الحديث عن النور الثاني، النور البدني الجسماني إلى الزهراء عليها السلام. النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى نقطة، قال: فأخذ الله من أعلى ثمار شجرة طوبى. بعدين ايش سوى؟ فأعطانيها فأكلتها، ثم استقرت في صلبي، فأمرني الله باللقاء بخديجة فالتقيتها فحملت من ليلتها، ثم أمرني الله تبارك وتعالى أن أعتزلها 40 ليلة. ليش؟ حتى لا تختلط، لا يختلط طعام الأرض بطعام السماء، حتى يكون التكوين خلال 40 يوم مكتمل بطعام السماء، بفاكهة السماء. زين، أولا تعال، شنو المقصود من شجرة طوبة؟ شنو هاي الشجرة؟ في الروايات أنها أعظم ما خلق الله في الشجر، هي سيدة شجر الجنة، بل عالم الملكوت، عالم الملكوت كله من الله خلق إلى أن ينتهي، هاي الشجرة أعظم شجرة. زين، إذن الله مختار إلى الزهراء شيء عظيم. بعد يقول: فأخذ من أعلى ثمارها. أعلى يعني مو من فوق، لا، يمكن يكون من فوق، لكن المقصود الجودة، أعلى الثمار أفضلها، أجودها، أطيبها، أزكاها. فيختار الله مو بس الشجرة، ويختار إلى الزهراء عليها السلام
الفاكهة الطيبة ويختار إلها الصلب الرحيم ويختار إلها الرحم الطيب، الصلب الطاهر والرحم الطاهر. من ومن الخلق الله يهتم بشؤونه مثل ما اهتم الله بشؤون زهر. هذا مو شيء بسيط، مو شيء عادي. تعال من النبي آدم إلى يوم القيامة، شوف واحد الله اهتم بخلقه وبصناعته إلى أن وجد، ها كل تحت عناية الله ورعاية الله. أكو واحد مثل فاطمة الزهراء عليه السلام؟ ما في. زين هذا شنو يعني؟ شنو معناه؟ لما ما في مخلوق الله اعتنى في مثل ما اعتنى بالزهراء عليها السلام، هذا شنو يعني؟ راح أذكرك بآية في القرآن الكريم. الله قال في حق النبي موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال واصطنعتك لنفسي، إلي أنا. الله يقول إلى النبي، والله شوى إلى النبي موسى لما تورطت أمة ما عرفت وين تخبيه، فأوحينا إلى أمه أن ألقه في اليم. الله أوحى إليها، رمته في اليم، حفظه الله من الغرق، وسخر أعدى أعداء موسى بأن يحتضنه ويرعاه حتى كبر موسى، اشتد عوده في بيت فرعون، وسخر فرعون إلى أن يبحث عن مرضعة، وإذا بأمه هي التي تكون مرضعته. لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا اللي سوى الله إلى النبي موسى، وقال له واصطنعتك لنفسي. زين الله إذا يريد يخاطب الزهراء بمثل هذا الكلام شي يقول لها؟ وهو منذ مبدئها هي في رعايته، هي في حفظه، هي في صيانته. وين النبي موسى حتى يوصل مقام الزهراء عليه السلام؟ مقام تعجز الألسنة عن بيانه. هذه هي الزهراء. القرآن جاب لك سورة صغيرة من أصغر سور القرآن، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك، ثلاث آيات. لكن شنو بهالثلاث الآيات من مقام بينه الله تبارك وتعالى للزهرة احنا نغفل عنه؟ اول كلمة شنو؟ منه اللي قال إنا؟ اللي يقول في القرآن إنا منه؟ الله. الله الطرف الأول. إنا أعطيناك، هذا الكاف الضمير المخاطب من المقصود به؟ النبي. يعني النبي أي طرف؟ طرف ثاني. إنا أعطيناك الكوثر، هذا يا طرف، طرف حتى نعرف مقام الطرف الثالث لابد أن نعرف الطرف الأول والثاني، لأن هذا وسط بين الطرفين، بين الأول والثاني. شوف الله جل وعلا في واحدة من الآيات قال وإنك لعلى خلق عظيم. ليش عظيم؟ مو الأخلاق من الصفات الكريمة، ايش دخلها في العظمة؟ أنا أقول لك ليش. أساساً الصفات اللي تعطى إلى النبي صلى الله عليه وآله
ضوابطها ومقاييسها تختلف عن ضوابط ومقاييس الأنبياء والخلق كله. ليش؟ لأنه في حديث جابر قال جابر سألت رسول الله ما أول شيء خلقه الله يا رسول الله؟ قال هو نور نبيك يا جابر، إذ خلقني الله من نور عظمته. كل عطاء لابد يتناسب مع عظمة الله، نور عظمته. فالأخلاق التي أعطيت إلى النبي سميت عظيمة لأنها مستقاة من نور عظمة الله. زين، لذلك كل الصفات اللي أعطيت إلى النبي ما حد يملكها أبدا. ليش؟ لأنها مقام النبي، مقام العظمة. كل صفة لابد تكون متناسبة مع مقام العظمة. الزهراء من هالنوع، مو هي عطية الله لمن؟ إلى النبي، حتى يكون النبي عطيته عظيمة لابد تتناسب مع شنو؟ مع مقام العظمة. فعظمة الزهراء عليها السلام لا تقل شأنا عن عظمة رسول الله، وإلا الله ما يعطي الزهراء النبي. لاحظ، وفرد عليه روايات. ها، يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن لأمنا فاطمة ما لجدنا رسول الله من الفضل إلا أن جدنا نبي وهي ليست بنبي. هذا معنى سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. مو تفكرها سهلة وعادية، الله ما يعطي النبي أي شيء، ما يعطي أي حاجة، لا. فقد أعطاه ما لم يعطي أحدا من الأنبياء. وشوف الفوارق في القرآن: يا نوح إنه ليس من أهلك، ربي إن ابني من أهلي قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وبنهاية الآية يقول: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. عوفة. وهناك: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تبغى تحصل على ثواب، تود أهل القربى قرابة النبي صلى الله عليه وآله، أولهم فاطمة. ليش أولهم فاطمة؟ لأنها أقرب مخلوق إلى النبي، وريثته الشرعية، هي ابنته وروحه التي بين جنبين، هي فاطمة عليها السلام. لذلك اللي يريد يتقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله يتقرب إلى بعطية الله إلى أعظم شيء بابنته فاطمة. ويدخل على النبي بالزهراء. وشوف الفيوضات: ولا تكن كمن دخل بيتها ليحرق دارها. شقد بعد بيتها عن حجرة النبي، عن قبر النبي، بيت الزهراء عن قبر النبي شقد؟ ملاصق. وما رعوا حرمة رسول الله. يقول سيد باقر الهندي: دخلوا الدار وهي حسرى بمرأة من علي ذاك الأبي الغيوري، واستداروا بغيا على أسد الله، وهو يقاد قود الأسير. بعد قال: لست تدري لم أحرق الباب بالنار، أرادوا إطفاء ذاك النور. لست تدري ما صدر فاطمة،
لست تدري ما يا صدر فاطمة ما المسمار ما حال ضلعها مكسور ما سقوط الجنين ما حمرة العين ما بال قرطها منثوري أويلي أويلي قالت قالت أمر على عبد وضرب الله الله هاي الزهرة أمر على عبد وضربني ومن ضرب تلقى وعذب لانكسر قلبه ولا رحمني ومن الناس ما واحد حشم قالت بويا بويا قومك يا بويا عقب عينك ما رعوني والله ما رعوني خذوا نحلتي وبجة وعيوني ومن البجة عليك منعوني هذا حق الزهراء تضرب تلطام تعصار تضرب بالسياط تروع تلوع بأبي أنت وأمي يا زهراء بعد إش عندك يا زهراء إش عندك يا زهراء قالت وانت تشوفها يا علي وتسمع وني مرحومة هاي العبرة بس أريد صوت من عندك بعدها وانت تشوفها يا علي وتسمع وقف على راسي ولطام خدي وانا انتحب واصيح يا فضة ادرك احمرت عيوني وخرجنيني وصدري نعى تقللها يا فضة لاحقيني انكسر ضلعي وسقط مني جنيني جنيني يا فضة وين حيدر ما يعين خلي احضار يا فضة الساع وحسين قالت أسماء نادتني سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء يا أسمى اسكبيني ماء سكبت لها الماء واغتسلت ثم قالت أسمى إني داخلة إلى الحجرة مصلية إلى ربي ف
فبعد ساعة كلميني فإن كلمتك فبها وإلا فاعلمي أني قد لحقت بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول أسماء دخلت حجرتها وسمعتها تناجي ربها إلهي بحق أبي المصطفى وشوقه إلي وبحق بعلي علي المرتضى وحزنه علي وبحق ولدي الحسنين وبكائهما علي وبحق بناتي الهاشميات وتحسرهن علي أن تغفر وترحم للعصاة من أمة أبي. بعد ساعة خفت صوتها يا وقفت على باب دارها ناديتها يا بنت رسول الله لم تجبني يا زوجة ولي الله لم تجبني يا أم الحسن والحسين لم تجبني. دخلت عليها الدار وجدتها ممددة إلى القبلة والرداء على وجهها يا رفعت الرداء عنها وإذا بها ميتة أيوة فاطمة وسيدتي يا يا أقفلت باب حجرتها يا هنيئة وعاد الحسنان أسمى ما لنا لا نسمع أنين أمنا فاطمة ليش ما نسمع ونين أمنا ولا نسمع كلام إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللي لو يا أسماء سافرت عنا وخلتنا هي والشهيد يصيح لتفاول ترى قلب انكسى. دخل على أمهما وجدا فارقت الحياة أسرعا إلى أمير المؤمنين وأخبراه جاء بهما إلى الدار بكى عند رأسها وقال لسلمان قل للناس تأخر تشيعها هذه العشيرة فلما جن عليها الليل وضعها على صخرة المغتسل غسلها كفنها ولما أراد أن يعقد الكفن نادى بني حسين هلما وتودعا من أمكما فاطمة ملايا إكت السماء ضجت وظليت تسكب العبرة من ظل الحسين ينوح على صدر الطاهرة الزهرة يا زهرة يا سيدتي ومولاتي اي والله من شايف
فتح سيني نور على صدر الطاهرة يا الزهراء تراه من بعد يصير تدوس العدى صدره أويلي أويلي تدوس العدى صدره ويبقى على الثرى عاري ويبقى على الثرى عاري ويبقى مترب الخد إذا كسرى ولك ضلوعيك كسروا له ضلوع كسروا له ضلوع كثرة يا شقلك بعد يا زهراء والسيف الفرا نحرا يا وبنحرا وبنحرا بعد باقول كم ضربة وكم طبرة وبكسر ذاك الضيل رضت أضلع في طيها سر الإله مصون اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقضي حوائجهم وارحم موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.